تسعى والسند القوي لهم في هذه المباراة الحاسمة، فبقراراته استطاع أن يمكن الجماهير الجزائرية من مناصرة فريقها في أي يعني في مقام الملحمة في أم درمان بملعب المريخ، وتم التكفل بهم إلى آخر لحظة، وسيكونون مع هذه الفرحة حينما يعودون في الساعات المقبلة. التعب بعيد كل البعد عن عناصرنا الوطنية. بإمكانهم أن يلعبوا مباراة أخرى بعد هذا الحماس، بعد هذا الاستقبال الحار من قبل الجمهور الجزائري. لو لعبوا المباراة مع المناصرين أكيد المناصرين راح سيكون تعادل للذهاب إلى جنوب إفريقيا. سيكون تعادل، نعم أنا أضم صوتي. وقد يقتضي الأمر مقابلة فاصلة. جيد، أين؟ التعادل طبعا بالفوز، تعادل ونفس الشيء فوز للجزائر ككل. قبل أن يحلوا بالعاصمة الأسود الأبطال الرجالة حلوا بقلوب كل جزائر وجزائرية تتابع معنا هذه الصور الحية مباشرة مشاهدينا عبر التلفزيون الجزائري بقنواته. ربما يود في هذه اللحظات كل مناصر وهو يشاهد كل عناصر منتخبنا الوطني أن يشكره فردا فردا بعد ما قاموا به من أداء وفنيات في هذه المقابلة الرائعة التي أثمرت هذا الفوز الرائع لمنتخبنا وتأهله للمونديال. ربما في كل ما يشاهد أي عنصر يتذكر